أهلا بكم. سجل رجل الأعمال الدكتور أشرف سيد أحمد الكاردينال زيارة لمعرض العقار التركي الأول بالسودان تحت شعار عقار استثمار وجنسية تركية، ووجد الكاردينال الذي ألقى كلمة خلال الزيارة استقبالا طيبا من القائمين على أمر المعرض. حقيقة يعني تشرفت اليوم بهذا الحضور الأنيق الجميل ولقائي بسلطان السلاطين سلطان دينار، واهتمامه حقيقة اهتمامه بالمعمار والمباني هي الحقيقة ممكن نقول على ورثة. فالسلطان علي دينار من بنى السلطنة قبل عشرات السنين، فالظاهر الفيروس بتاع المباني والهنا يورثه لأخونا دينار. سعيد جدا بالأخوان الأتراك، وتركيا طبعا من الدول اللي في المعمار والمباني، كانت طبعا دون شك نصف العالم ده هي الدولة العثمانية هي مستعمراه بمعنى الاستعمار، يعني كان استعمار بأخلاق، ويمكن ميناء سواكن والمباني الموجودة في مصر وفي السودان وفي كل الدول اللي كانوا متواجدين فيها هم كانوا أصحاب العمارة والإعمار حقيقة والهندسة. فوجودهم بالحداثة اللي شايفينها، أنا طبعا زرت تركيا ومن الشركة دي ذاتها اشتريت من الدينار اشتريت عقار هنا، فحقيقة الفكرة جميلة. ويا أخواننا يمكن بعض الناس يقولوا يعني في ظروف زي دي إنه ناس يعملوا معرض وكده وكذا وكذا وكذا، أنا بعتقد إنه الفكرة الأجمل والأروع ما تناقشنا فيه مع مجموعة شركاتهم، وكان الاجتماع ده قبل كم يوم على أساس إنه نتولى المدينة الجديدة في 100-150 ألف فدان في جنوب الخرطوم، ننقل العمارة برضو إلى السودان، يكون تعامل مشترك جوين فينشر حقيقي ما بين الدولتين. أول حاجة طبعا بيعضد من العلاقة ما بين دولة تركيا والسودان اللي هي دي أهم لنا في المقام الأول، كونه تركيا يكون بينه وبيننا جوين فينشر في كل المجالات، هم رواد الزراعة والمعمار والصناعة وكل المضارب الأخرى. حقيقة ما دارت أطيل عليكم الحديث، لكن أنا بفتكر إنه كون الواحد يشتري العقار في تركيا الجميلة الرائعة يعني دي ما طبعا دعاية للناس زي، لكن طبعا الإنسان المقتدر بيشكل ما بين هنا وما بين السودان وكذا، على أساس إنه النفس دي عنده حق على الإنسان وأسرتك وكذا وكذا وكذا. وأنا لما اشتريت منه هناك الأسعار كان يعني مناسبة، حقيقة مناسبة ما فيها الأسعار الخرافية في الدول الثانية. ما دارت عليكم، وكل سنة وانتم طيبين، وسعيد بتواجدي في هذه الصالة وبرفقة السادة الكرام وأخي العزيز وصديقي دينار، شكرا جزيلا. هذا وقد وصل عضو مجلس السيادة الانتقالي الفريق بحري إبراهيم جابر إبراهيم إلى العاصمة الجابونية ليبرفيل مساء أمس في زيارة رسمية يرافقه خلالها السفير الزين إبراهيم حسين مدير إدارة الاتحاد الإفريقي بوزارة الخارجية وعدد من المسؤولين. وكان في استقباله بمطار ليبرفيل توبيل أفنو مساعد وزير الخارجية مدير التعاون الدولي والفرانكفونية بالوزارة وعدد من المسؤولين بجمهورية الجابون. وسيلتقي عضو مجلس السيادة الفريق بحري إبراهيم جابر خلال الزيارة بالرئيس الجابوني علي لونغو أونديميا لبحث مسيرة العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين. أشاد والي ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة بدور القوات النظامية في حفظ الأمن والاستقرار، مشيدا بالعمليات النوعية التي تنفذها القوات المشتركة هذه الأيام على أوكار الجريمة.
وقال لدى مخاطبته أمس القوات المشتركة التي نفذت الحملة الأمنية بالخرطوم إن الحرية التي رفعت شعارها الثورة تم استخدامها بشكل مغلوط، مشيرا إلى أن القوات الأمنية مكانها العمل الميداني وليس داخل المكاتب. وحي الوالي جهود القوات النظامية، الجيش، الشرطة، جهاز المخابرات العامة وقوات الدعم السريع، وثمن الوالي دور المواطنين وتعاونهم بالإرشاد وتوفير المعلومات، مؤكدا أن الحملة ستتواصل بجهود كافة الأجهزة الأمنية حتى تصبح العاصمة آمنة. التقى وزير الثقافة والإعلام الدكتور جرهام عبد القادر ووكيل الوزارة الدكتور نصر الدين أحمد بمكتبه اليوم سفراء السودان المتجهين إلى فرنسا والمملكة المغربية، السفير مودع عمر حاج التوم سفيرة للسودان المغرب، والسفير خالد محمد فرح سفيرا للسودان بفرنسا. تناول اللقاء وجهات النظر والمعلومات وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين السودان وكل من فرنسا والمغرب في مجالات الإعلام والثقافة والسياحة. وقال السفير خالد محمد فرح: تزودنا بنصائح وزير الثقافة ووكيل الوزارة، وسنحمل هذه الوصايا والتوجيهات السديدة معنا زادا يعيننا في النهوض بعلاقات التعاون بين السودان وكل من فرنسا والمملكة المغربية في مجالات الثقافة والإعلام والسياحة وخدمة لمصلحة البلدين. اختتمت بالأمس الإدارة العامة للمرور فعاليات أسبوع المرور العربي للعام 2022، والذي جاء تحت شعار مرور آمن ومتطور بدار الشرطة بضاحية بوري. احتوى الاحتفال على العديد من البرامج والفعاليات الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية، بجانب حزمة من البرامج التوعوية والإرشادية للحد من الحوادث المرورية من منطلق مسؤولياتها للحفاظ على أرواح وممتلكات شركاء الطريق. وبمناسبة نجاح الأسبوع وتفاعل المواطنين مع هذا الحدث، أعلن والي الخرطوم ومدير الإدارة العامة للمرور عن تمديد فترة تخفيض رسوم المعاملات لمدة أسبوع تضامنا مع مواطني الولاية، تحفيزا وتشجيعا لإتمام جميع معاملاتهم المرورية على صعيد متصل. تداولت وسائط الاتصال الاجتماعي في ليلة الختام أخبارا وشائعات تفيد بأن هنالك انفلات أمني بوسط الخرطوم وإطلاق أعيرة نارية أثارت الهلع وسط العاصمة. ولتمليك الحقائق، توضح رئاسة قوات الشرطة أن هذه الأخبار المتداولة بالوسائط المختلفة عبارة عن إشاعات لا أساس لها من الصحة. ونشير إلى فقرات برامج الختام بدأت بإطلاق الألعاب نارية لتزين ليلة الختام، استغل ذلك أصحاب الغرض لتمرير أجندة خفية خاصة بهم. تؤكد رئاسة قوات الشرطة تضامنها مع المواطنين في حفظ الأمن والاستقرار باعتبار أن الهم الأمني مسؤولية الجميع، وتدعو لعدم الالتفات حول الشائعات والحصول على المعلومات من مصادرها الأساسية. رحب والي شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن بالزيارة المرتقبة لشيخ الطريق التجانية بدولة السنغال، رئيس الاتحاد الإسلامي الإفريقي الخليفة محمد الماحي إبراهيم نياز إلى الولاية يوم الأربعاء المقبل، والذي سيرافقه خلالها الشيخ الماحي السيسي وعدد من العلماء ومشايخ الطريق التجانية. وثمن الوالي خلال لقائه بمكتبه بمقر حكومة الولاية الشيخ علي الشريف محمد الصفير رئيس اللجنة العليا المعنية بالإعداد لاستقبال الشيخ نياز دور الطرق في نشر الدعوة إلى الله وتعزيز ثقافة السلام الاجتماعي والتعايش السلمي، مؤكدا استعداد حكومة الولاية وتعاونها مع اللجنة من أجل إنجاح برنامج زيارة الوفد. أشاد الأستاذ محمد البدوي عبد الماجد أبو قرون أكد ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان أن ميداليته الذهبية سرقت خلال احتفالات فريقه باستاد مامبي عقب الفوز على ساساولو في الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري الإيطالي. أكد فيه وتوج الروسونيري بلقب الإسكوديتو لأول مرة منذ 11 عاما، وذلك بعدما أنهى مسابقة الكالشيو برصيد 86 نقطة بفارق نقطتين عن ملاحقه إنتر. وقال بيولي في تصريحات أبرزتها صحيفة لاري بوبيلي
ليكا الإيطالية لقد سرقت ميداليتي، أحدهم سحبها من رقبتي أثناء الاحتفالات إذ كان بإمكاني تقديم استئناف فسأكون ممتنا، إنها الميدالية الوحيدة التي أمتلكها. وردت رابطة الدوري الإيطالي عبر الحساب الرسمي للمسابقة بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقالت: لا تقلق مستر بيولي، سنعطيك ميدالية مرة أخرى غدا. ويشارر إلى أن بيولي حصل على جائزة أفضل مدرب الموسم بعدما تمكن من قيادة الروسونيري للعودة لمنصة التتويج في الدوري الإيطالي. أبدأ تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة استياءه بعد الخسارة أمام فياريال مساء الأحد ضمن منافسات جولة 38 والأخيرة من الليغا على ملعب كامب نو. وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية في الشوط الأول: كنا نستحق التسجيل، ومن خطأ معين استقبلنا هدفا ثم الثاني من خطأ فردي آخر، وكان علينا تقليل الأخطاء لكننا تخلينا عن الكثير من الأشياء أمام الخصم. وأضاف: استغرق الأمر فترة طويلة منا للنهوض هذا الموسم ولم ننهي المنافسات بشكل جيد، لكننا حققنا هدفنا بالاحتلال للمركز الثاني في الليغا. علينا تغيير أشياء كثيرة لنحاول أن نكون أكثر قدرة على المنافسة والقتال من أجل الألقاب. وتابع: كنت أعلم أنني قادم في لحظة معقدة وصعبة وقد تحسننا لكن ليس بما يكفي. لعبنا بمباريات رائعة لكن يجب أن نكون أكثر ثقة، وأنا هنا لأضيف للفريق، والآن علينا العمل للموسم المقبل. واستكمل: علينا أن نكون إيجابيين، لقد أنقذنا الفريق من موسم كاد يكون كارثيا، وعلى المستوى الشخصي أنا راض كحيث جئنا من واحدة من أسوأ اللحظات في تاريخ النادي. وأتم فترة التحضير في أستراليا، إنه قرار النادي ونتعامل مع الوضع الذي لدينا ونأمل أن يستمتع الفريق هنا. بهذا الخبر نكون وصلنا وإياكم مشاهدينا لنهاية عرض الثامنة. نعود ونذكر بآخر العناوين. الفريق بحري إبراهيم جابر يصل العاصمة الغابونية في زيارة رسمية. الإرصاد: توقعات بتوالي انخفاض درجات الحرارة بالبلاد. تمديد فترة تخفيض رسوم المعاملات المرورية لمدة أسبوع. قائد صقور الجديان: كلنا عزيمة من أجل رفع اسم السودان عاليا في المحافل الإفريقية.